لك في حياتك هدف لا تتركه للصدف، دام العزم والطموح في دنيتك ما وقف. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهداف برنامجكم المتجدد بكم ومعكم دائما وأبدا. في أجواء الرياضة حديثنا اليوم عنوانه الثقافة الرياضية. هذه الثقافة أصبحت ضخمة، هناك معلومات عن اللاعبين، نشأتهم وتاريخهم وأهدافهم والفرق التي انتقلوا إليها، معلومات عن المدربين وأيضا تاريخهم ونجاحاتهم وأيضا معلومات عن الفرق الرياضية والبطولات التي حققتها، ومعلومات أخرى عن البطولات والكؤوس المحلية والإقليمية والدولية. كم هائل من المعلومات تسانده في الحقيقة صحف تكاد لا تخلو صحيفة إلا وفيها صفحات مخصصة للرياضة، حتى الصحف الاقتصادية. ولقيت مرة رئيس تحرير إحدى الصحف الاقتصادية، قلت له لماذا الرياضة؟ قال نريد أن نبيع بشكل واضح، يعني مجلات متخصصة، مواقع إلكترونية، قنوات أصبحت اليوم بالعشرات وكلها تضخ هذه الثقافة والمعلومات. أعتقد أن كثير من ربما أبنائنا وجيلنا يعرفون من هذه المعلومات أكثر ما يعرفون عن غيرها. ونحن عندما نتكلم ثقافة رياضية نريد بالرياضية هنا المرنة المتنوعة، ولذلك لن نتحدث عن هذه الثقافة الرياضية وإنما عرفناها، ونتحدث عن مفهوم الثقافة بشكل عام. الثقافة في أصلها اللغوي هي تعني التهذيب والتقويم، وبالتالي هي شيء من الإصلاح ينبني على المعرفة والاطلاع والخبرة، ينتج عنه هذا التفاعل بين المعلومة وبين السلوك. ويقولون أيضا في اللغة أن الثقافة معناها الحذق والفطنة والضبط والتقويم، وبالتالي أيضا تنعكس إلى تهذيب وإلى سلوكيات. الثقافة في كل مجتمع في الحقيقة تهم الفرد كما تهم المجتمع والبيئة، لذلك هي تصوغ شخصية الفرد وتشكل هوية الأمة. كل أمة لها ثقافة عامة وإن كانت تشترك مع الأمم الأخرى، لكن ثقافة تخصها. الفرد له شيء يكون شخصيته. أساس الثقافة بالنسبة في المفهوم الصحيح هي القيم، المبادئ، الأفكار الأساسية والعقائد والنظم المجتمعية التي تسود في ذلك المجتمع. ولذلك نقول أن الثقافة في الحقيقة مهمة، لأنها تغذي في الفرد روح الانتماء إلى مجتمعه، وتذكي في المجتمع والأمة روح العطاء والتفاعل. ومن أهم قضايا الثقافة هو تفعيل دورها للانتقال من جيل إلى جيل، حتى نرى أنها تشمل كل هذه الجوانب المعنوية من المبادئ والأفكار والمعارف وبعض العلوم أيضا، إضافة إلى الجوانب السلوكية المتعلقة بها. حول مفهوم الثقافة والثقافة الرياضية والثقافة الأخرى من الأنواع الأخرى، فاصل قصير نسجل فيه بعض الآراء العامة من الشباب، ونعود مرة أخرى فكونوا معنا. لك في حياتك هدف لا تتركه للصدف. والله الشيء الثقافة العامة بشكل عام ما هي بطالة، طيبة خاصة الرياضية طيبة. بخصوص الثقافة الرياضية إن شاء الله الآن بدأ الوقت عندنا تطور الشباب ثقافتهم الرياضية جدا ممتازة، يعني لو تلاحظ بعض الشباب تعليقاته على الدوري الأوروبي ولا أي دوري جدا ممتاز، والدوري الخليجي والدوري السعودي، يعني إن شاء الله في تطور أحسن مع تعليم سمو سيد أمير نواف بن فيصل، وإن شاء الله المستقبل يعطي القدام بإذن الله الأحسن. والله في الحقيقة الثقافة الرياضية أعتقد أنها مرتفعة عند الشباب، بالذات ان معظم الشباب مشتركين يعني متابعين للدوري الاسباني والدوري الانجليزي وكثير، يعني حتى ان الاطفال يعني بسن صغير تلقاهم يعرفون اسماء اللاعبين الاسبان الانجليزي وكذا، يعني بصراحه يعني بالذات الجيل الجديد يعني مثقف اكثر من اللي قبله بكثير مراحل. بالنسبه للرياضيه ما شاء الله ما يحسدون عليها، اما الثقافه العامه
50%. والله تقدر تقول متوسطة لدون. أعتقد أن ثقافة الشباب الرياضية الآن في مرحلة عالية جدا بحكم اهتمام الشباب بالرياضة بشكل عام. الثقافة العامة عند الشباب قد تكون نوعا ما محدودة بحكم التوجهات للألعاب الإلكترونية والكمبيوتر وهلم جرة، والتركيز على الجانب الرياضي ككرة القدم بالتحديد وبقية ألعاب الرياضة. والله الثقافة الرياضية أنا أحس أنهم ما شاء الله تبارك الله مجتهدين أكثر من اللزوم، أرى أنهم أكثر من اللزوم. الثقافة العامة مقبولة، يعني ربما تكون شوية ناقصة وتحتاج إلى تطوير، لكن إلى حد ما مقبول. والله بالنسبة للثقافة الرياضية أعتقد الشباب ما يحتاج يعني، لكن الثقافة العامة ممكن تلقى ثقافة رياضية أعلى من العامة، ف يعني بالنسبة لي سيئة جدا. ممتازة الشباب رياضيا وسيئة دينيا وعاميا وكل شيء. والله الثقافة جيدة في المملكة العربية السعودية، الثقافة الرياضية عالية المستوى، والثقافة العامة معتبر جيدة مع وجود الانترنت والقنوات الفضائية في مثقفين سعوديين. طيبة حلوة ممتازة ونبغى أفضل يعني. لك في حياتك هدف لا تترك للصدى. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ما بين الثقافة الرياضية والثقافة العامة كما استمعنا آراء متباينة، لكننا سنأخذ الآن عناوين رئيسة لننظر إلى جوانب متعددة من الثقافة لا تحظى بقدر من الاهتمام ولو بنسبة معقولة مع الثقافة الرياضية بكل قنواتها ومجلاتها وكذا. وأول هذه المجالات الثقافة الإسلامية والدينية. المعلوم من الدين بالضرورة فرائض الإسلام وشرائعه، أصبح بعض أبنائنا ربما يعلم من الرياضة أكثر مما يعلم عنها، ولذلك أيضا حتى المحرمات والقضايا الكلية الأساسية لابد أن يدركها الإنسان داخل هذا الإطار من الثقافة. فهل هي موجودة ومتوفرة؟ هل نستطيع أن نقول أنها على الأقل متقدمة على الثقافة الرياضية؟ سأذكر بعض النماذج. عندما نقابل بعض المتقدمين حتى للوظائف الأكاديمية في الجامعة نصدم بمعلومات بسيطة بدهية في النواحي الدينية وحتى في غيرها ليست معروفة. ربما من الأسئلة أن بعض شبابنا لا يعرف أعداد أجزاء القرآن أو أعداد عدد سور القرآن ونحو ذلك. جانب آخر هو الثقافة التاريخية ويدخل فيها الوطنية. تاريخنا العظيم بدءا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سير أصحابه، قادة الأمة من الفاتحين ورواد الأمة من العلماء، ماذا يعرف عنهم جيلنا اليوم؟ يعرفون عن رونالدو أكثر ما يعرفون عن مصعب بن عمير، يعرفون عن الأسماء الأخرى المختلفة أكثر ما يعرفون عن علماء كبار لهم أثر عظيم في الأمة. وتاريخ الصفحات وحتى التاريخ الذي يشكل وعيا بما سبق في الماضي وما يرتبط بالحاضر، الحملات المغولية الصليبية الصهيونية المعاصرة وعداؤها للأمة، جوانب كثيرة في الغالب الضعف هو السمة السائدة فيها. الثقافة العلمية والتقنية، ونحن اليوم نقول إن الأمية أمية الكمبيوتر وأمية الحاسب وأمية البرامج الكمبيوترية وأمية الوسائل والوسائط التقنية، أيضا للأسف كثير من شبابنا يستخدم ولا يعرف حتى المعلومات الأساسية عنها. وإذا انتقلنا إلى يعني جوانب كثيرة مطلوبة في جوانب مختلفة، لكنني هنا سأشير إلى أن مهما كان التخصص فنحن لدينا عدد من الجوانب يحتاج الإنسان أن يطلع إليها كثقافة عامة. مهما كان تخصصك تحتاج أن تكون على إلمام بأسس عامة في الاقتصاد. الاقتصاد اليوم يحرك العالم. عندما تسمع عن البورصات، عندما تسمع عن انهيار الاقتصاد، عندما تسمع عن الرهن، لابد أن يكون هناك خلفية، لأن هذا من معايشة الواقع. الأمر الثاني هو علم السياسة. اليوم نعرف كونفدرالية وغير كونفدرالية وصيغ ونظام رئاسي ونظام برلماني، أشياء تلامس الحياة الواقعية لابد من المعرفة بها. ولدينا أيضا
ثقافة إعلامية، هذا الإعلام الذي نتحدث عبره الآن ويحيط بنا في كل جانب، لابد أن نعرف معلومات عنه، الرسالة الإعلامية، التأثير، اللوبي، الرأي العام، هذه المصطلحات أصبحت من مكونات الثقافة العامة، لذلك كل هذه المعاني لابد من معرفتها. للأسف الشديد كثير من شبابنا لا يعرفون شيئا من ذلك، وكل علم هذه العلوم لا نريد أن يتخصص فيه، لكن يأخذ أصوله ومقاصده، يأخذ الدراسات المتخصصة التي تبين أهم الجوانب فيه، يأخذ بعد ذلك تطبيقات عملية. هذه الجوانب الثقافية المهمة لابد أن نعطيها اهتماما كبيرا. أنا أريد أن أقول، هل نستطيع أن نقارن؟ هل لدينا قنوات ثقافية بعدد القنوات الرياضية؟ هل لدينا قنوات تاريخية بعدد القنوات الرياضية؟ هل لدينا صحف ومجلات إسلامية بقدر الصحف الرياضية؟ البؤر شاسع، لماذا كل هذا التركيز؟ هنا يحصل الخلل. نحن لا نقول لا تعرفوا الثقافة الرياضية، هي جزء من الثقافة المجتمعية اليوم، لكن هذا التباين الكبير خطير جدا ونحتاج فيه إلى الانتباه. كيف نحيي الثقافة من جديد ونجعلها تأخذ مكانها اللائق بها، ولا تبقى الثقافة الرياضية كما يقولون هي منفردة بالمرمى ولها الميدان وحده؟ أول ذلك هو العناية الأسرية. داخل الأسرة لابد أن نغذي هذه الثقافة بالمعرفة، بالحوار، بالكتب، بأي من، ثم أيضا المؤسسات التعليمية في مناهجها وحتى في الأنشطة اللاصفية وفي البرامج المساندة، أيضا في الإعلام. الإعلام ينبغي أن تكون هناك، للأسف عندما نتكلم الآن الذين يعملون قنوات رياضية من الغربيين لديهم ناشونال جيوغرافي وهي قناة، لديهم ديسكفري قناة متخصصة في العلم، لديهم قنوات أخرى تغطي جوانب مهمة ويتابعونها ويستفيدون منها، نحن نكاد لا ندخل في هذا الجانب. من المهمات لحياة الثقافة الوزارات المتخصصة، وزارات الثقافة اليوم لست أدري جعلت الثقافة كلها أو معظمها في الغناء وفي الفرق الفولكلورية وفي أشياء يعني بعيدة عن لب وجوهر الثقافة. وأخيرا لابد أن نذكر المبادرات المجتمعية، المجتمع لابد أن يتحرك ليحيي كل هذه الأنواع من الثقافات لأجيالنا ولأبنائنا، وهذا أمر مهم. سأسجل هنا أو سأذكر من يسجل هدفا لكنه هدف تسلل غير محسوب، ذلك يتجلى في حصر مفهوم الثقافة في الجانب الرياضي فقط، وفي الجانب المتعلق بالغناء والفن والرقص فقط. هذه الآن التي يسمونها ثقافة، وكاد أو يكاد المناسبات الثقافية التي تقوم بها لا تخلو من ذلك. هذه أصبحت أهداف لكنها في الحقيقة غير محسوبة، غير مجدية، لا تكون عقلا، لا تكون تهذيبا، لا تحقق في المجتمع في الغالب أثرا، الأثر المنشود المرجو في ذلك. وأخيرا لعلي يعني أشير إلى ضربة جزاء خطيرة في الحقيقة، الثقافة المتميعة التي مسخت الهوية وصارت تتكلم بلسان غير لغتنا وتتبنى أفكارا وربما نمط حياة لا يتفق مع ثقافتنا ولا هويتنا، بل ربما ولا مع عقيدتنا، أصبحنا كما يقولون كالبطة التي حاولت تقلد، لا سارت على هذه ولا سارت على تلك، وأصبحت شيئا ممسوخا. لدينا ما نحتاج إلى مراعاته هنا. الثقافة الرياضية أخذت حظا كبيرا ولها جهد كبير، أعتقد أن واجب المجتمع واجبنا جميعا أن نعطي الثقافة في مجموع بمفهومها الشامل ما تحتاج إليه بمثل وأكثر مما هو في الثقافة الرياضية. لابد أن نسجل أهدافا في الثقافة الحقيقية. إلى أن ألقاكم أتمنى لكم كل خير، وألقاكم مرة أخرى في حلقة جديدة مع أهداف أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك في حياتك هدف لا تترك للصدى، دام العزم والطموح في دنيتك ما وقف، في دنيتك ما وقف. لا تنشغل بالظنون، العب بسحر وفنون، لا تنشغل بالظنون، العب بسحر وفنون، ما تنهزم أو تهون وتعيش بين الأسى.